الآن هالإشاعات هاي الكثرات هي يريدون تعرف أنت تفشيل الثورة العشائرية هذه اللي صارت وعم يضغطوا عليه وتهديدات يعني تخفي ضمن منطقتكم، فهمت علي؟ مكان آمن، لكن راح أدير الأمور معاكم إعلاميا وأنتم عليكم عسكريا. ماذا كل إشاعات يريدون إخراجي من منطقتها، يثبتون أنه إحنا تابعين الجهات خارجية، فهمت علي؟ الفلان وعلان، أما هاي بعيدة عن شواربهم وإحنا معاكم قلبا وغالبا، وشد الهمام يا أبطال. والآن إحنا كهفل وعلى الظاهر وخرف وعقيدات كليتنا، الآن إحنا راغب العبود الجدعان الهفل هو أميرنا وهو شيخنا وهو تاج راسنا وهو يقود القبيلة حيث رجوع الشيخ إلى بيته.